يا صباح الفل، يا صباح السعادة، صباح يوم جديد وحلقة جديدة وبألف هنا. حلقتنا النهاردة لفئة كده يعني بنحب نهتم بيها جدا بعد الولادة، السيدات اللي طول فترة الحمل بياكلوا حلو جدا ولازم نأكلهم حلو جدا بعد الولادة، ونفضل نقول لهم لا ده انتوا الستات في منهم بيرضعوا رضاعة طبيعية لازم تاكلي كل حاجة، السوائل الكتير، هل ده فعلا طول ما الست خلاص ولدت لازم طول الوقت أكل وطول الوقت مشاريب، وإيه المشاريب الصحية؟ لأن بنسمع خلطات كده وحاجات علشان البيبي يعرف يشرب لبن والحاجات دي كلها. النهاردة هنعرف إيه الأكل الصحي، إيه الحاجات اللي المفروض تعملها الست بعد الولادة، لأني بنسمع قويل كتير وحاجات كتير جدا ممكن تكون بتضر الست بعد الولادة. كل ده هنعرفه النهاردة في فقرتنا من ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة، أستاذ الدكتور عمرو خضير، استشاري صحة المرأة بالمستشفى الجوي التخصصي. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ مريان. أهلا بيك. يمكن زي ما قلت كده، فكرة ان الست بعد ما بتولد دي بيبقى لها نظام غذائي، تمام، وان لازم تتغذي ولازم دي حاجة مهمة، يعني التغذية بعد الولادة دي مهمة جدا. طبعا صباح الخير عليكم جميعا وعلى السادة المشاهدين. اول شيء التغذية مهمة جدا في طول مراحل عمر الانسان من وهو لسه جنين في بطن امه، ولكن التغذية بالنسبة للمرأة الحامل أو بعد الولادة لها طابع خاص. زي ما بنقول إن وحضرتك ذكرتي في المقدمة إن المرأة لابد إنها تتغذى كويس وهي حامل، فهذه التغذية أهم أثناء فترة الرضاعة، لأن هي الطفل بعد الولادة معتمد في النمو بتاعه أو في التغذية على لبن الأم إذا كانت بترضع طبيعي، وهو أكبر في الحجم، فيبقى احتياجاتها في التغذية أكتر من ما كانت حامل. صحيح. فإذا كنت أنا بهتم بنوعية وكميات الأكل في فترة الحمل، فالاهتمام يستمر لغاية ما تخلص رضاعة. طبعا يستثنى من هذا اللي ما بترضعش طبيعي، هتتم التغذية عشان تستعيد صحتها وعافيتها بعد الولادة من ما حدث لها في الولادة. مش بالشكل اللي الست بتبقى محتاجة اللي هي بترضع طبيعي اوريدي، يعني الاحتياج اثناء الرضاعة اكتر من الاحتياج لو ما كانتش بترضع. ده اول شيء. صحيح. الاكل ينقسم لعدة اشياء، اولا تغذية، فيتامينات، وسوائل. دول الثلاث مكونات الرئيسية. الحد الأدنى من شرب السوائل في اليوم على الأقل 10 كوبايات. 10 كوبايات؟ 10 كوبايات دول يعني 2 لتر يعني. هي خلي بال حضرتك من حاجة، اللبن لو ما شربتش كويس سوائل مش هيبقى قليل، بمعنى معلومة أن 80% من تركيب اللبن مية، فلو حد مخل في شرب المية يبقى كمية إضرار اللبن حتى لو بتتغذى كويس بتبقى إلا لو خدت أشياء تعوض المية، يعني بعض الفواكه زي الكنتالوب والشمام والبطيخ والحاجات دي تعوض جزء من المية، لكن شرب المية حتى لو مش عطشان، يعني هو الطبيعي أنا أنصح كل سيدة مثلا أنها تشرب كوباية مية قبل ما ترضع في كل مرة حتى لو مش عطشانة، كل فترة وخصوصا في فترة الصيف، يعني اللي احنا اليومين دول الحرارة يعني فوق الـ40، كل شوية لو تشرب بق مية حتى لو مش عطشانة اقدر، يعني انا لو مش عطشان ومسكت كوباية المية شربت بقين مية اقدر، لا ما اقدرش اشرب الازازة وانا مش عطشان، لكن اقدر اشرب بقين وبعد ربع ساعة اشرب بقين تانيين وبعد فاعوض، وخصوصا ان في فترة الصيف او الحر الجسم بيفقد جزء كبير من السوائل من خلال العرق. ده أول شيء. يبقى التغذية في السوائل، نبدأ الأول في السوائل عشان دي إيه عليها أسئلة كتير. نمرة 2، نوعية المشروبات بقى غير المية. المية دي أحسن حاجة ربنا خلقها وبتعوض كل شيء وما فيش منها مشاكل، ولكن العصاير مثلا ما فيش ما يمنع أنها تشرب أي عصاير، بس يفضل الطبيعية ما تكونش فيها مواد حافظة، ما يكونش فيها سكريات كتير جدا، لان كمان الاكثار من السكريات في السوائل او في الاكل ده خطأ وهنتكلم عليه لما نيجي نتكلم على التغذية. بالنسبة للمنبهات زي القهوة والشاي والنسكافيه والحاجات دي كلها،
ما تاخدش اكتر من 2 لـ3 في اليوم حد اقصى. ليه؟ لان ده بينتقل من خلال لبن الام وقد يثير اعصاب الطفل المولود. ما تشربش بقى هي قهوه بالليل. ما احنا لازم نقف عند النقطه دي. ما هتقول لك انا البيبي طول الليل سهران. ما هو سهران عشان بتشرب قهوه وترضعه، فالجزء من الكافيين يعني هي اللي بتسهره. بالظبط كده. خلي بال حضرتك من حاجه، معلومه برضه اقولها للناس، في مرحله الحمل نفسها برضو احنا ما تكسرش من الكافيين، لكن لو البيهيفير او طريقه السلوك بتاع الام نفسها اخر كام شهر بيؤدي الى سهر البيبي. زي سيبك من المشروبات، اذا كانت هي بتسهر وما تنامش قبل الساعه 1-2 صباحا وبتتحرك، فهو هيحس بهذا وهيفضل كده. فلو هي عايزه الطفل ينام بالليل نسبيا بدري، تنام الساعه 9 ولا 10 بالكتير كل يوم وتصحى بدري، فالطفل هيتعود ان هو يبقى ساكن في هذه الفتره وينام. ده الساعه البيولوجيه بتاعت الاسم. تحاول تجرب كده هتلاقي في استجابه افضل. يعني نمره 3، زي ما قلنا لو شربت توزع الكافيين بتاعها على اليوم، في مرة الصبح مرة الظهر مرة بالليل، بس بعيد عن قدر المستطاع عن توقيت الوجبة عشان ما تبقاش لسه تركيز الكافيين عالي قبل الرضاعة مباشرة، وينزل في اللبن فالطفل يبقى متعصب ويبقى زي يعني بداية شرب القهوة بيخليه صاحي وبيخليه نشيط نشاط زائد يعيط، فدي نقطة مهمة. يبقى قلنا نقلل السكريات، نقلل الكافيين والحاجات دي كلها. يبقى ده أول حاجة بالنسبة للسوائل. طب احنا نقف عند السوائل، احنا برضو بنسمع حاجات كتير اشربوا معرفش خلطات والمغات والحلبة باللبن، هي فعلا الحاجات دي مفيدة للست اللي هي بعد الولادة؟ ده يعتمد على كمية إضرار اللبن بالنسبة للستي بالنسبة للست. إذا كان بعض السيدات عندهم كمية إضرار لبن كبيرة جدا، الغدد اللبنية اللي في الثدي كميتها كبيرة وعددها كبير وفي استجابة كويسة، بيحصل إضرار كبير للبن. يبقى لو خدت الحاجات اللي بتزيد إضرار اللبن هتبقى مش مفيدة، ممكن تبقى مضرة ان اللبن يتحوش ويتجمع في الثدي. يعني انا ما اكون مش عطشان واقول لك اشربي ازازتين ميه كمان هتتضايقي، لكن لما اكون عطشان بتنشأ على كوباية حتى مش ازازة. صحيح. فنفس الفكرة، اذا كان كمية اللبن قليلة او في البدايات نقدر نقول نفتح على طول، لكن لو لقينا كمية اضرار اللبن بقت كافية مش محتاج كتير الحاجات المدرة لللبن، لكن اتغذى صح زي ما هنتكلم كمان شوية. الاعشاب الطبيعية من الحاجات اللي بتزيد اضرار اللبن، زي الحلبة، زي دي نقطة مهمة، زي المغات المصري طبعا ده في زيادة في اضرار اللبن. زي ما قلنا كمية السوائل او شرب المية بكثرة ده مهم جدا، علشان 80% من اللبن بتاع الام مية. بالاضافه للغذاء المتوازن، يبقى الاعشاب بتضر اللبن. وزي ما الحلاوه الطحينيه من الحاجات اللي بتضر اللبن بس هتزود الوزن طبعا، لكن مدره للبن. بالاضافه لبعض الاعشاب اللي موجوده في الاسواق باسماء كثيره برضو مدره للبن. يبقى الوصفات الطبيعيه اللي امهاتنا كلها يعني عارفينها ده كويسه، ومن اهمهم طبعا برضو المغات والحلبه والحلاوه الطحينيه، كل دي اشياء بتساعد على اضرار اللبن. لكن لو واحده كميه اللبن اللي بيضر للطفل بعد ما بتخلص رضاعه والطفل بيزيد بنمو عادي لسه في لبن متحوش في صدرها، تعصره عشان تفضيه عشان ما تسخنش وعشان ما يحصل كده، ومش محتاجه بقى ساعتها انها تاخد مدرات للبن لان هي عندها بزياده. تمام. طب نروح بقى للاكل. تمام. الست تولد من هنا ولازم تاكلي بقى اكل وتاكلي فرخه، ده من وهي حامل يقول لها انت تاكلي الاثنين. لا هي ما بتاكلش الاثنين ولا حاجه، بتاكل لنفسها وحته خلاص، لان الطفل كله قد كده. تمام. فهياكل يعني لو اكل اكلي قد اللي انا كنت باكله مرتين، طب ما هو الطفل كله قد كده يعني هياخد منه 20% والباقي انا اللي هلبسه وهلاقي نفسي زدت في الوزن. صحيح. فدي اول نقطه. يبقى اثناء الحمل زي ما بنقول هي بتاكل لنفسها، وكمان بعد الولاده هي بتاكل لنفسها وجزء من الطعام بيروح للطفل. التغذيه ليها كذا حاجه،
اول حاجه زي ما اتفقنا خلاص الميه قلنا انها بتزود حوالي 10 كوبات يعني 2 لتر يعني بتشرب على الاقل 2 لتر في اليوم ده على الاقل لو اكتر من كده ما فيش ضرر يعني بس الحد الادنى 10 كوبايات. نمره 2 بالنسبه للاكل الاكل ينقسم لجزئين مكملات غذائيه والطعام. عناصر الطعام الرئيسيه دهون سكريات ونشويات وبروتين. يا ريت نكتر من البروتينات قدر المستطاع ومش البروتينات مش هقول برضو لحمه وسمك وجمبري ولان الحاجات دي اسعارها بقت خزعبليه ف البروتينات حتى النباتيه يعني تاكل فول الصويا والحاجات دي كلها ومركباتها مفيده. نمره 2 البقوليات لانها مصدر كمان للفيتامينات اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده خصوصا فيتامين بي. اللبن او يعني في ناس بتقول لي مثلا انا اشرب لبن ويقول لها اشربي لبن وهي ما بتحبش اللبن ان شاء الله انها ما شربت لبن يعني مش مطلوب منها انها لان اللبن اساسا هو مصدر للكالسيوم سواء في الحمل او بعد الولاده. طب انا عندي بدائل للكالسيوم يعني لو انا بقى عندي واحده ست بتحب منتجات الالبان واللبن تشرب مش ممنوع لكن واحدة ما بتطقش ليه اكرهها في عيشتها ولا لازم تشربي لبن لازم عشان لا طب ما بترضع عايزة يعني ايه اهمية اللبن اساسا للكالسيوم لان هو المواد الغذائية الاخرى اللي فيه موجودة في اطعمة تانية. طب انا عندي مثلا مش لازم لبن بمعنى لبن لكن ممكن تشرب ميلك شيك لو هي بتحبه ممكن تشرب تاكل زبادي مثلا لو هي بتحبه مش لازم تشرب لبن. ما بتحبش منتجات الالبان وعندها مشكله في معده في القولون من منتجات الالبان زي بعض الناس اللي عندهم مشكله من منتجات الالبان. الزبادي اقل حاجه في منتجات الالبان تعمل مشكله للناس اللي عندهم مشكله في القولون بالنسبه للبن. لكن اللي هم عندهم لاكتيك اسيد في مشكله معينه كده بيحتاجوا ياخدوا قراص معينه قبل ما يشربوا لبن عشان ما يجيلهمش تلبك في المعده والامعاء يا اما ما يشربوش اللبن خالص او ياكلوا زبادي ده اقلهم. لكن انا عندي مثلا كل الخضروات الورقيه الخضراء الغامقه فيها كالسيوم جرجير البروكلي الحاجات دي كلها يعني البروكلي فيه كالسيوم يمكن اكتر من اللبن مثلا 30% من البروكلي كالسيوم مثلا خلاص. نمره 2 البيض في فممكن تاكل مثلا حاجات زي الـ اي يعني حاجات معموله من البيض مش لازم بيض يعني ممكن بيض مسلوق مسلوقه بيض لو بيض مسلوقه اومليت موجود في حاجات كريم كراميل كيكه زي ما حضرتك بتقولي يعني تبقى حاجات داخل فيها اللبن والبيض بس مش بتشرب لبن لوحده او بيض مش بالضروره الا لو هي بتحبه وما عندهاش اعتراض. ده البروتينات قلنا بنكترها. السكريات نحاول ما نكترهاش علشان ما نزودش حجم البيبي. السكريات دي ليها وقفه كبيره يا دكتور بقى تمام. لاني وبالذات بقى لما تكون الست اصلا بتحب السكريات تمام فانا عايزه السكريات طول الوقت وبنسمع دايما ان البيبي دايما وهي بترضع فهي على طول هبطانه على طول عندها هبوط وعلى طول مش قادره تتماسك فانا عايزه السكريات طول الوقت. بصي يعني هي كفيها السكريات ان البيبي بتاعها هو السكر بتاعها طبعا لكن الانسان لما بيتحرم من شيء ما يفتح مره واحده ما بيمسكش نفسه صحيح. يعني انا لو عطشان وهموت من العطش ولو لقيت قدامي برميل ميه هشربه حتى لو هيضرني لكن لو انا كل شويه بشرب كوبايه هشوف الميه قدامي عادي ما فيهاش مشكله. نفس الشيء بالنسبه للسكريات انا ما امسكش نفسي واقول ممنوع خالص فاتحط قدامي صينيه بسبوسه اقوم ضاربها وخلصها كلها لا لو انا كل يوم باخد جزء حته شوكولاته اللي بعديه اخد حته بسبوسه صغيره يعني خرطه مش هاخد حته قد كده يعني جزء صغير يبقى ما فيش في نفسي انا مش محرومه من الحلويات لكن انا ما بديش فرصه لنفسي ان انا
ابقى في اشتياق للحلويات عشان انا محروم بقالي كذا يوم ما باكلهاش. يمكن كمان يا دكتور يعني في كمان سيدات بتتمنع من السكريات طوال فتره الحمل، يمكن بيجي لها سكر الحمل اللي عندهم سكر وبرده مش ممنوع اصل أوه. خلي بالك الجسم لازم محتاج سكر. التقنين هو اللي مطلوب مش المنع. مفيش حد يقدر يعيش بدون سكريات، حتى اللي عندهم سكر بياخد سكريات بس بياخد دواء السكر سواء راس او انسولين على قدر التناول بتاعه. ده بالظبط زي الناس اللي بتعمل رجيم عادي خلاص، لو هو فضل طول النهار يقول لك انا ماسك نفسي ما باكلش ولا بشرب، فالحرق بتاعه بيقل ما بيخسش، ويجي بالليل ما يقدرش يمسك نفسه يقوم في العشاء واكل قد ثلاث وجبات ده عمره ما يخس. لكن لو بيفطر ثم يتغدى كميه اقل والعشاء يبقى خفيف هيخس وهيبقى عنده نظام، لان هو مش هيبقى بالليل مش قادر يمسك نفسه. ولو اتحط قدامه هيفتح مش ما فيش كنترول يعني. تمام، هي دي نفس الفكره. الست تاكل سكريات تاكل سكريات بس مش تقعد مثلا تاخد طبق قد كده عنب في الفاكهه، حتى سيبك من السكريات طبعا اوحشهم السكريات المصنعه اللي الحلويات الشرقيه والحاجات دي اللي بتاعتنا دي كلها طبعا. لكن الفاكهه افضل، السكريات بتاعتها احسن والهضم بتاعها افضل وما بتزودش الوزن، وخصوصا في الفتره دي، لان كل احتياج الزياده للام 350 400 كالوري زياده علشان خاطر الرضاعه. طب حضرتك قلت دلوقتي ان احنا ما نكترش برضو في الفاكهه، في الفاكهه كثيره السكريات يعني عندي عنب بلح تين مانجا، الصيف داخل اكل سنه طيبه خلاص كل دي الفاكهه يعني دي الحاجات اللي فيها كميه السكريات عاليه جدا. لكن هاكل تفاحه 2 3 ما فيش مشكله، بقيه الفاكهه الموز موزه 2 يعني ما تقعدش برضو تخلص صباطه وهي قاعده خلاص، لان ده هيبقى نشويات وسكريات عاليه جدا. فده الرز برضو ما تكترش فيه عشان ده نشويات عالية، يعني معلقتين 3 4 بالكتير، ما تاخدش اكتر من كده. نكتر من الخضروات، بتنكتر من سواء الخضروات سلطة او خضروات المطبوخة. دي مهم جدا، اولا نحافظ على كمية سوائل بتاعتها ما يجيلهاش امساك. نمرة 2 مصدر غني بالفيتامينات المطلوبة، لابد انها تكمل في فترة الرضاعة طول ما بترضع على الفيتامينات والحديد الكالسيوم والحديد اللي كانت بتاخدهم اثناء الحمل. يعني الافضل ليها ان هي تاخدهم تابلتس كده اقراص، ولا انا خلاص اوريدي ما انا بتغذى كويس مش محتاجه ان انا اخد ادويه؟ اصل بتغذى كويس ده مش معناها انها شبعت يبقى بتتغذى كويس. لكن هل كميه الاكل اللي فيه هذه الفيتامينات كافيه؟ لو كافيه خلاص، بس يعني مثلا هي محتاجه تشرب على الاقل 3 4 كوبايات لبن في اليوم بدل ما تاخد القرص. طب 3 4 كوبايات لبن يعني القرص ارخص نمره 1 وكميته اقل، ولو هتشرب كل يوم 4 كوبايات تجيب بقره تحطها في البلكونه يعني يعني صعب ان هي صعبه انها تشرب 4 واغلى بكتير من انها تاخد قرص واحد وتكمل الباقي كوبايه لبن كوبايتين او كوبايه زبادي مع شويه خضروات خضراء يبقى مكمل. فمهم جدا انها تاخد الكالسيوم لانه مهم جدا في الرضاعه، لان اللبن جزء منه كتير يعني مهم فيه الكالسيوم، وعلشان هي نفسها ما تتعبش. اصل لو حصل نقص الكالسيوم الام نفسها اللي بتتعب، مش بس الطفل، بيحصل استهلاك او من المخزون اللي في جسمها ويجي لها بقى وجع يعني هشاشه عظام والحاجات دي كلها لو ما بتاخدش الكميه الكافيه من الكالسيوم الحديد برضو مهم، لانها لازم تعوض الجزء خصوصا من ايام ما كانت حامل، ولان لو في انيميا او نقص في الحديد كمية لبن الأم نفسها هتقل من الأنيميا. لو الأم عندها أنيميا كمية اللبن تقل وشعرها يخف ويقع. فالتغذية السليمة والفيتامينات بتساعد على إنها تحتفظ بصحتها وتستعيد جزء من صحتها اللي كانت ابتدت تتعب شوية أثناء فترة الحمل. لازم تقلل من الدهون. حتى لو واحدة مثلا هنقول بتشرب لبن، يبقى لبن منزوع الدسم افضل من اللبن الكامل الدسم، علشان الدهن القليل هيفيدها وكمان يحسن من امتصاص الكالسيوم.
طب حلو جدا. طب انا لو قلت بقى انا عايزه الست تاكل ايه بقى بعد الولاده؟ تمام. انا يومها كده تصحى تاكل ايه؟ لاني طبعا حضرتك عارف اني اي ام لا كلي كلي ده انت بترضعي، وزي ما قلنا في البدايه اي حاجه قدامك زي الهوفر يعني اي حاجه قدامك هتاكليها ده انت بترضعي، والكلام اللي بنسمعه. طب تمام. ايه بقى انا عايزه اكل اكله ايه الاكل اللي اكله؟ قد ايه بقى بروتين؟ قد ايه نشويات؟ تمام. اول حاجه اول ما تصحى يفضل انها تشرب ميه. ده حاجة مفيدة جدا عشان تعوض الجزء نقص السوائل اللي حصل أثناء فترة النوم وكده. فتشرب مية ثم تفطر. تفطر إذا كانت خدت ساندوتش جبن مربى أو عسل أبيض ما فيش مشكلة يعني، بس مش الساندوتشات كلها تبقى عسل ومربى يعني، أقصد واحد ساندوتش واحد مثلا عسل أو مربى بعد ما تاكل ساندوتش فيه جبنة أو حاجة، ده أول حاجة. ويفضل لو قدرت تاخد في الفطار ثمرة مثلا من الخضروات، طماطماية خيارة يعني جزر بالحاجات اللي هي الخضروات. بعد ساعة تقدر تاخد ثمرة فاكهة. تمام. أنا بقولك الغذاء المناسب وفي نفس الوقت اللي ما يخلاش تزيد في الوزن. لا ده احنا هنتكلم عن عدم زيت الوزن دي في الاخر. تمام. لان برضو دي يعني قصه كبيره يعني. النمره 2 تتغدى سواء لحمه او فراخ او سمك، بس يفضل المشوي عن المقلي علشان ده تعب المعده بتاعه اثناء الحمل بيبقى اقل، وبعد الولاده كمان المشويات افضل ما فيهاش زيوت كتيره واكثر صحيه. يبقى مشويات او مسلوق زي ما بتحب افضل. لكن هنا بالنسبه للسمك او منتجات البحرية بالذات في نقطة مهمة لازم نذكرها، مش كل انواع السمك او المأكولات البحرية ينفع انها تاكلها بكثرة. يعني ايه؟ في بعض الاسماك بيبقى فيها كمية الزئبق عالية ودي مضرة سواء في الحمل او في الرضاعة، فبتؤثر بالسلب على الطفل. باختصار كده الاسماك الكبيره كلها اللي هي بتصطاد في البحر اللي هي وزنها 20 و30 و40 كيلو غالبا ممكن يبقى فيها كميه زئبق اعلى. التونه نفس الشيء، لنا مره في الاسبوع ناكل تونه لكن مش كل يوم تاكل تونه وتقول لك انا كده بخس. حتى في الرجيم العادي ده مضر على لان الزئبق بيتراكم في الجسم مع كل وجبه، لكن الكميات القليله مش هتضر في اي شيء. فان ناكل مره واحده في الاسبوع سواء تونه معلبه او لحم تونه طازه يعني لو سمكه طالعه من الميه وقطعتها ده ليها كميه معينه برضه اكلها. والاسماك الضخمه الكبيره بقى في حاجات ما يعني مش القرش والسورد فيش يعني قصدي حاجات يعني في قليلين قوي اللي بياكلوها، فمش يعني احنا بنتكلم لغالبيه الناس. يبقى المنتجات البحريه، لكن تاكل جمبري او تاكل كابوريا او تاكل حاجات دي مفيش مشكله، بس يعني جوزها بتاعه خرب اللي تقدر تجيب. طب هنكمل بقيه التغذيه دكتور. التغذيه كمان وايه الاكل كمان اللي ممنوع من الزيت؟ اكيد بيبقى في حاجات كده نتجنبها، مش هنقول ممنوع يا دكتور بس هنقول نتجنبها بعد او نقلل منها مظبوط. لكن بعد الفاصل. تمام مشاهدينا استنونا بعد الفاصل ومكملين حلقتنا.